برحب معانا في مساء دي ام سي بوزير العدل المستشار عمر مروان. اهلا بيك سياده المستشار. اهلا يا استاذه انجي، اهلا كل وسهلا. عام طبعا وحضراتكم بخير، قضاء وقضاه مصر بخير. طبعا احنا عايزين نتعرف على ابرز ما جاء في هذا الاجتماع النهارده في يوم القضاء المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. في البدايه خليني اهنئ سيادتك والساده المواطنين بالمولد النبوي الشريف ونصر اكتوبر العظيم ويوم القضاء المصري. اليوم تشرفت ومعي الساده رؤساء الجهات والهيئات القضائيه بلقاء فخامة الرئيس في يوم القضاء المصري. زي ما حضرتك عارفة ان هذا اليوم اللي أسسه هو فخامة الرئيس اعتبارا من العام الماضي، فنحن في العام الثاني ليوم القضاء المصري. هذا اليوم عندما تحتفل به الدولة المصرية فهذا يعني تقدير واهتمام بما يقوم به السادة القضاة من مجهود عظيم وجهد كبير ملقى على عاتقهم في إحلال المنازعات الخاصة بهم ورد الحقوق لأصحابها والعمل على صيانة هذه الحقوق والحفاظ على دوما على استقلال القضاء. النهاردة سيادته تؤكد على أهمية صون هيبة القضاء المصري شكلا ومضمونا. هذه جملة مهمة جدا معالي الوزير، نقف عندها. ماذا تعني هذه الجملة، صون هيبة القضاء شكلا ومضمونا؟ هيبة القضاء لها عدة أمور عشان يتحقق هذه الهيبة. أول حاجة المكان اللي هيشتغل فيه القاضي، دور المحاكم. بتشوف كلنا إزاي التطوير اللي لحق بهذه الدور وأصبح مكان يليق بالقاضي والمتقاضي. كل إنسان يروح دلوقتي المحكمة يلاقيها مكان آدمي يسمح بتقديم خدمة القضاء في أحسن صورة ممكن. الحاجة الثانية اهتمام القاضي بمظهره وسلوكه، ده أيضا جزء من تكوين الهيبة. الحاجة الثالثة حسن أداء القاضي لعمله وعمل المجهود والبحث اللازم لدراسة القضايا المعروضة عليه حتى يصدر حكمه موافقا للقانون الذي يطبقه. كل هذه أمور بتعمل على هيبة القضاء وصون هيبة القضاء. فكان سيادته بيأكد النهاردة على هذه الجزئية بالذات. أيضا سيادته وجه إلى تحديث مستمر للتقاضي وآليات التقاضي بحيث إن احنا لا نتخلف عن آليات العصر في التقاضي. وكلنا شاهدين ازاي الميكنة دخلت المحاكم وكتير من الاجراءات في المحاكم دلوقتي بتتم عن طريق الميكنة، وبنأمل ان شاء الله في خلال 3 سنوات تكون كل محاكم مصر بتشتغل بنظام. طيب الخطوات المقبلة معالي الوزير في هذه المسألة، مصر الرقمية وميكنة منظومة التقاضي، ما هي الخطوات المقبلة وقريبا سيعلن عنها في هذا الأمر؟ احنا اوريدي وقعنا بروتوكول مع معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تحديث كل المحاكم الموجودة في مصر وحاطين مهلة 3 سنوات كحد أقصى. هذا البروتوكول تم الاتفاق خلاله على تحديد المحاكم اللي هنبدأ بيها والبنية التحتية المتوفرة في كل محكمة على أساس أن سيادته يبدأ يشتغل في هذه المحاكم. احنا بدأنا خطوات فعلية، بدأنا احنا دلوقتي بنحدد المحاكم اللي وزارة الاتصالات هتشتغل فيها، لكن ان شاء الله على ما تكتمل كل المنظومة قدامنا 3 سنين، لكن على مدار ال3 سنين دي هنلاقي في محاكم بالتدريج بتدخل في منظومة التقاضي الالكتروني. وعندنا كمان طب لو نشرحها بشكل مفصل اكتر معالي الوزير للمواطن، فكرة ما هي يعني مسألة الميكنة داخل المحاكم، يعني كيف سيؤثر ذلك على المسار التقاضي ويسهل منه؟ يعني الميكنة يعني إيه؟ تيسير إجراءات وحوكمة إجراءات في ذات الوقت. تيسير إجراءات يعني ممكن إقامة الدعوة عن بعد وإجراء عمليات التقاضي عن بعد وإصدار الحكم للمتقاضين عن بعد. عندنا تجربة؟ عندنا تجربة وشغالة وناجحة في المحاكم الاقتصادية. الدعوة بتقام عن بعد، مش شرط الأستاذ المحامي يروح لغاية المحكمة عشان يقيم الدعوة، لا،
لو هو قاعد في مكتبه بيدخل من خلال مصر الرقمية ويبدأ يشتغل ويقيم الدعوة بتاعته، وكمان القاضي بينظر الدعوة عن بعد، يبقى حاضر الأطراف قدام القاضي، كل واحد في مكتبه أو في مكانه والقاضي في محكمته، وبيتم نظر الدعوة عن بعد، والقاضي بيفصل في الدعوة ويفطر الخصوم بالحكم أيضا عن بعد. التجربة دي موجودة بالفعل في المحاكم الاقتصادية وشغالة بقالها سنة. عايزين بقى التجربة دي ننقلها للمحاكم المدنية العادية، للمحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية، بحيث ان تبقى دي المنظومة دي شاملة وعامة في كل مصر. طيب معالي الوزير، لما نتكلم عن مشروعات القوانين المقبلة اللي بتعمل عليها وزارة العدل، أبرزها إيه معالي الوزير؟ لا طبعا في مشروعات كتير بنقدمها، يعني في مشروع قانون الاحوال الشخصيه لغير المسلمين وهيعقبه، مشروع قانون الاسره للمسلمين، وبعدين في قانون التصالح ايضا جهاز نوت بناء مجلس الوزراء، وفي عدد عديد من المشروعات اللي احنا شغالين عليها، وان شاء الله هتظهر تباعا في مجلس النواب، وان شاء الله بدا دور النقاط بتاعه النهارده. طيب لما نتكلم على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين واللي شكلت على أساسه لجنة طبعا في يونيو الماضي، يعني أبرز ما انتهت إليه هذه اللجنة؟ لا ما أنا ماليش دخل باللجنة ولا أقدر أقول انتهت ليه. اللجنة شغالة معاها مجموعة استشارية من علماء أفاضل في الطب النفسي، في الاجتماع، في المالية، في الشريعة الإسلامية، على أساس أن اللجنة لما تيجي تحتاج إلى بحث أو تحتاج إلى مناقشات علمية يبقى عندها المجموعة بتاعتها اللي تقدر تاخد وتدي معها. اللجنة شغالة كويس جدا، وإن شاء الله نأمل أن هي تنجز هذا المشروع خلال شهر 10 اللي احنا فيه، إن ما كانش حد من حقنا تطلب المد لفترة هي هتحددها وبالتالي نمدلها. لكن انا ما اقدرش اقول يعني اذا كانت خلصت او ما خلصتش، لان اللجنه قافله على نفسها وبتشتغل. احنا بدون تدخل من اي جهه، يعني كلهم قضاه وكلهم قاعدين بيشتغلوا ومعاهم المجموعه الاستشاريه اللجنيه بتاعتهم. وحضرتك اشرت ايضا انه في مشروع قانون خاص بالاحوال الشخصيه لغير المسلمين. جاري العمل عليه ايضا. ده خلاص انتهينا منه، وان شاء الله يعني يروح مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء على مجلس الوزراء ان شاء الله. ده انتهينا منه خلاص. يعني احنا بنشكرك جدا المستشار عمر مروان، ومره اخرى وزير العدل، كل عام وقضاء مصر بخير. شكرا ليك.